وعلى مساحة تفوق 5000 هكتار مزروعة بالتين الشوكي، تشتهر سيدي فرج الحدودية بولاية سوق أهراس مورد لأغلب ساكنة ذاك المكان. كان لزاما على أحدهم التفكير في وحدة تحويلية لفاكهة التين الشوكي. الفائض لموجود من هذا التين فوق احتياجات المواطنين أو الفلاحين، جاءت فكرة لتثمين هذا المشروع هو تحويل هذا المنتوج إلى بعض المواد التي يمكن أن تروج في السوق الوطنية والدولية. وهذا المنتوج الذي كان سابقا يرمى أو تأكله بعض العصافير أو كذا أصبح يحول ودخل إضافي للفلاح. الأمر شجع كثيرا ساكنة سيدي فرج والمناطق المتاخمة، وبعد تآكل المساحة المزروعة بفعل مشكل التسويق اتسعت تلك الرقعة تدريجيا بفعل إعادة الزرع. نقدروا ننتجوا في بلدية سيدي فرج وحدها للتحويل، ما نقولش للاستهلاك غير للتحويل، تقريب 500,000 قنطار. إذا في التحويل الآن الوحدة هذه راه كما للحد الساعة هذه في 20 يوم راهم حولوا تقريب 3,000 قنطار. مشروع ينتظر تعميمه انطلق بفكرة وبسبعة عمال دائمين ترجمة ونفذ، ولتبقى أفاق التوسعة قائمة امتصاصا لنسبة البطالة ودفعا لعجلة التنمية بالشريط الحدودي الشرقي.